أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم. توقعات الجمعة الموافق 7/12 مايو 12 أيار 2023. النهاردة هيكون في يتعين عليك إنك تتعامل بجدية أكبر مع كل مشاكلك اللي مفترض تحلها، حتى مشاكلك الشخصية. ببشرك في اليوم ده بأخبار هتبقى بتتعلق صحتك بشكل كبير، وهتبتدي تظهر مضاعفات كتيرة ليها طبيعة مماثلة جدا ليك. هتكون كل توقعاتك في اليوم ده مرتبطة بتطورك لمواقفك اللي بتبقى بتتأمل فيها انها تفيدك بشكل اكتر في الفترة الجاية، وتخليك تبقى مبسوط، وهيبقى قدامك واجبات منزلية اكتر واكتر، وتعتبر جدية عن اكتر عن اي وقت كانت عليه. فما تهملش، ده راح يجيب ليك النهاردة احداث واجتماعات مع اطفال، مع اشخاص اصغر منك اللي ممكن يكونوا بيعيشوا في بيت تاني، هيجتمعوا مع بعض وهيبقوا بيستغلوا في اجتماعات هتحصل مع اطفال خاصين فيك النهاردة، مع اشخاص اصغر منك اللي ممكن يعيشوا في بيتك. هيجتمع كل الاشخاص اللي حواليك النهاردة مع حد كبير في محادثة مع اي شخص النهاردة، هتعرف تناقشها في اجتماع في نشاط مشترك في مستقبلك القريب. هيكون يوم الجمعة مش متوقع بالنسبة ليك وبالنسبة لكل الاشخاص النهاردة اللي اتولدوا تحت علامة الاسد. لازم تواجه كل مشاكلك وجه الوجه، وهتكون مرئية بشكل كبير جدا في كل علاقاتك النهاردة. هتتحكم بشكل كويس في نشاطك المشترك في مستقبلك. ويوم الجمعة هيبقى عندك ارتباطات أولية مع أطفال كتير بيتعلق بالشباب بنسبة كبيرة جدا. هتكون متعلقة بإنجازاتك الشخصية بشكل عام. هيبقى يومك بيهيئ ليك ظروف مواتية جديد عشان تحقق خطط مهمة جدا في يومك ده. هتبقى قادر عشان تتواصل بسهولة أكبر مع كل الأشخاص اللي حواليك. عندك معارف هتنشأ من خلالهم تطور واضح جدا. هتفكر فيه كتير من الأفكار الجديدة اللي هتبتدي تظهر في محادثتك مع أشخاص حواليك. يوم الجمعة هتتوقع رد من دعواتك واقتراحاتك. مش هتثني في اليوم ده مشاكل في الأسرة أو ممتلكاتك القابلة للحل. في صراع مع جار او شخص منخرط في كتير من الاعمال اللي عندك اللي هتبقى عندك التزام فيها. هتتعلق بممتلكات خاصة فيك مع اشخاص بيقربوا لك. الوقت مناسب جدا عشان تفكر وتشوف مستويات جديدة من موقفك. هتبقى خاصة جدا بالعمليات اللي هتبقى بتنسجم فيها مع تدخل عطارد اللي بيعتبر رجعي مع زحل في الصباح ده. النهاردة هيشكل مع عطارد الوراء سداسي مع كوكب الزهرة. هيبقى بيثير رغبتك في انك تتعاون. في ثناء واضح، في تشجيع، في تعبير عن عواطفنا. هنميل اننا نحلل علاقتنا، خاصة علاقتنا القديمة، بالاضافة لتفضيلات كتيرة ومشاعر واضحة جدا. هتبقى التواصل مع الاشخاص من ماضينا ممكن جدا في اليوم ده، وهنتجه لكوكب الزهرة وزحل، ودي طاقة مناسبة جدا عشان تشجعك علشان تفرز مشاعرك. هنبقى بنتقرب اكتر من الحب والعلاقات والمال، وهندور عن متعتنا بطريقة اكتر نضج ومسؤولية ومتوازنة. الوقت مناسب جدا عشان تثبت علاقاتك وتظهر عاطفتك من خلال الدعم العملي اللي عندك والخدمة، وتعرف تظهر الولاء. هيفكرنا كل ده بالتأثرات اللي بتبقى خاصة بقيمتنا، فيها ثبات موثوقية اكتر. هيولد نظرة واقعية ممكن تبقى مادية لعلاقات كتيرة. هنبقى بنتمتع بمسؤوليات حلوة جدا في شغلنا وواجباتنا، هتبقى اكتر من اي وقت. هنقضي القمر النهاردة في برج الدلو المنصف، هيبقى لحد حلول القمر الجديد في يوم 19 من الشهر. هيبقى الوقت افضل عشان نرتبط باطراف كتير سايبة عندنا بمجرد اننا نتخلى عنها.